فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول حفظك الله، يقول ما الذي يترجح في قراءة الفاتحة؟ هل هو سنة سواء في الصلاة الجهرية والسرية أم فقط في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة، ولكن إذا قرأ الإمام فقراءته تكفي عن من خلفه، كأن من خلفه قرأها تبعا لإمامه، فلا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، إما على كل مصل وإما على الإمام ويتحملها عمن خلفه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.